بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 64. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، لما كانت الأطعمة على قسمين كما سبق، القسم الأول ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار وفواكه، والقسم الثاني حيوانات، لحوم حيوانات، وهذا ينقسم إلى قسمين: حيوانات بحرية وحيوانات برية. الحيوانات البحرية تقدم الكلام عليها، والحيوانات البرية الأصل فيها الحل إلا ما استثني بأدلة من الكتاب والسنة، وقد سبق الكلام على هذا النوع الذي لا يحل من الحيوانات، ما له مخلب من الطير أو ناب من السباع يفترس به، أو كان مستخبثاً، أو كان ضاراً من ذوات السموم، فهذه محرمات. وما عدا ذلك من حيوانات البر فهو حلال. وهو على قسمين، المباح من حيوانات البر على قسمين: قسم الأول ما هو مقدور عليه، متمكن منه كالحيوانات الأهلية، فهذا لا يحل إلا بالزكاة، لا يحل إلا بالزكاة. والقسم الثاني غير مقدور عليه كالصيد، وهذا يأتي إن شاء الله له باب خاص، باب الصيد. فالقسم الأول وهو الحيوان المأكول المقدور عليه، هذا لا يحل إلا بالزكاة. فلذلك عقد المصنف هذا الباب، باب الزكاة، لبيان ما هي الزكاة وما شروطها التي لا بد من توفرها، لأنها يعتمد عليها الحل والحرمة. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني الأصنام، ما ذبح للأصنام، هذه حرام، ما أهل به لغير الله، يعني مما ذبح لغير الله للأصنام أو القبور أو غير ذلك، فهذه وإن ذكيت إنها حرام، لأن نية ذابحها الشرك، فهي ذبائح نجسة خبيثة. والزكاة في اللغة معناها تمام الشيء، تمام الشيء وكماله. يقال طفل ذكي، يعني نبيه، نبيه وحاضر البديهة
ففيه تمام العقلية والفطنة، هذا هو الذكي. وتطلق الذكاة لغة ويراد بها الرائحة الطيبة، ولهذا يقال طيب ذكي، يعني رائحته قوية. هذا في اللغة. أما الذكاة في الشرع فإنها ذبح الحيوان المأكول، ذبح الحيوان المأكول بقطع أوداجه، ويشترط لذلك شروط مجملها أن يكون المذكي من أهل الذكاة مسلما أو كتابيا. الثاني أن يذكر اسم الله عليها، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الثالث قطع المري والحلقوم وأحد الودجين كما يأتي تفصيلها. والرابع الآلة التي يذبح بها بأن تكون حادة تفري بحدها لا بثقلها، وأن تكون من غير السن والظهر كما يأتي. هذا مجمل شروط الذكاة. إذا اختل شرط منها فإنها لا تكون ذكاة صحيحة، وبالتالي لا يحل الحيوان ولا يخرج عن حكم الميتة. نعم. باب الذكاة، يباح كل ما في البحر بغير ذكاة. هذا سبق أن ما في البحر يباح بغير ذكاة، بل بموته لأي سبب كان. نعم. أما الذكاة خاصة بحيوانات البر. نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. مسألة. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وطعامه ما مات فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم. مسألة. إلا ما يعيش في البر من دواب البحر فلا يباح حتى يذكى، كالطيور والسلحفاة وكلب الماء. فلو مات بغير ذكاة لم يحل، سواء مات حتف أنفه أو مات بسبب غير الذكاة، كالمنخنقة وهي التي يخنق نفسها حتى تموت بحبل أو غيره، والمتردية وهي التي تسقط من مرتفع وتموت، والنطيحة وهي التي تتناطح مع أخرى كالشاتين إذا تناطحتا والخروفين إذا تناطحا فقتل أحدهما الآخر، إنه لا يحل. هذه النطيحة. حرمت عليه. والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، يعني افترسه السبع ومات بسبب الافتراس، فإنه لا يحل. إلا ما أدرك وفيه حياة من هذه المصابات، متردية المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت وفيها حياة وذكيت فإنها تحل. ولهذا قال إلا ما ذكيتم. نعم. إلا ما يعيش في البر من دواب البحر فلا يباح حتى يذكى، كالطيور والسلحفاة وكلب الماء. قال أحمد كلب الماء من البحر، ولا أرى بأسا في السلحفاة إذا ذبح.
حيوانات البحر سبق أنها مباحة، إذا ماتت فهي حلال، إلا إذا خرجت إلى البر، كانت مما يخرج إلى البر عادة في السلحفات وكلب الماء، هذه لا بد من زكاتها، يغلب عليها جانب البر. نعم. وقال السرطان لا بأس به. قصير السرطان نوع من حيوانات البحر صغير يشبه الحشرة. نعم. وقيل له يذبح، قال لا. نعم. وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء في البحر مذبوح. يعني مذبوح اصلا ما يحتاج الى ذبح. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ذبح كل شيء في البحر لابن ادم. نعم. وروي نحو ذلك عن ابي بكر، فقد صح ان ابا عبيده واصحابه وجدوا على ساحل البحر دابه يقال لها العنبر ميته، فاكلوا منها شهرا ودهنوا. ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان خرج بسرية بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصابهم الجوع واشتد بهم الجوع، فبينما هم كذلك إذا هم بحوت عظيم قد ألقاه البحر، فأكلوا منه حتى سمنوا وأخذوا منه ومن دهنه وقدموا المدينة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم كلوا رزقا ساقه الله لكم، ثم سألهم هل معهم منه شيء، فقالوا نعم، فطلب منهم أن يعطوه مما معهم ليطيب نفوسهم بذلك ويذهب ما كان من شك في عند بعضهم، فأكل منها صلى الله عليه وسلم. يقال لهذا الحيوان يسمى بالعنبر، وكان ضخما حتى قالوا إن الراكب على الراحلة يمر من تحت الضلع من أضلاعه. نعم. فأكلوا منها شهرا ودهنوا حتى سمنوا، نعم، ولا يذكى السرطان لأنه ليس له نفس سائلة. السرطان هو الحشرة البحرية توكل بدون ذكاة لأنه ليس له نفس سائلة، يعني ليس فيه دم. النفس السائلة المراد بها الدم، والذكاة إنما شرعت لأجل استخراج الدم من الحيوان، لأن الدم خبيث نجس حرمه الله سبحانه وتعالى، فحكمة الذكاة استخراج الدم، والحال السرطان البحري ليس فيه دم يشبه الحشرات. نعم. سأل ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة لقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة إلى قوله إلا ما ذكيتم. نعم. فيدل ذلك على اشتراط الذكاة في الحكم، ولأن يدل ذلك على اشتراط الذكاء في الحلق ظاهر في الحلق أو في الحل يعني التحليل. ولأن غير المذكى يسمى ميتة، والميتة حرام، ولما أباح النبي ما مات بغير ذكاء فإنه يكون ميتة. الميتة ما مات بغير ذكاة شرعية هذا ميتة، والميتة حرام، حرمت عليكم الميتة. نعم. ولما أباح النبي صلى الله عليه وسلم ميتة البحر دل على تحريم غيرها وأن الذكاة شرط فيها. فالميتة حرام بنص القرآن، ولكن عموم القرآن خصص بميتة البحر أنها حلال، فيستثنى من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ميتة البحر بالأحاديث، ولقوله جل وعلا حل لكم صيد البحر وطعامه، المراد بطعامه ما مات فيه. نعم. مسألة إلا الجراد وشبهه فإنه يباح أكله بإجماع أهل العلم. الجراد
لا يحتاج إلى زكاة، بل يؤكل بأي سبب مات، بأي سبب ميت وجد ميتا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان. ثم قال: وأما الميتتان فالسمك والجراد. وهذا بإجماع أهل العلم، إلا أن الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يؤكل الجراد إلا إذا مات بسبب، إذا مات بسبب من الإنسان، كأن طبخه أو عمل له شيئا أماته. أما إذا وجد ميتا حتف أنفه إنه لا يحل عند الإمام مالك فيما يروى عنه، ولكن الجمهور على أنه حلال مطلقا لقوله: أما الميتتان فالسمك والجراد. وفي حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، ولم يذكر أنهم كانوا يذكونه أو يعملون له شيء يميته. نعم. قال عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد. ولا فرق بين أن يموت بسبب أو غيره، خلافا لمالك رحمه الله. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان، ولم يفصل، ولأنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح وذابح، لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة وبهيمة الأنعام. مسألة: والزكاة تنقسم 3 أقسام: نحر وذبح وعقر. الزكاة 3 أقسام: القسم الأول الذبح ويكون في الحلق، وهذا يكون للغنم والبقر، يكون في الحلق. والنوع الثاني النحر، وهذا يكون للإبل، النحر يكون للإبل ويكون في اللبة، يكون في لبتها وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. الثالث العقر للحيوانات التي شردت ولا يقدر عليها، كما لو شرد بعير ولم يمكن القدرة عليه، فيرمى بسهم أو ببندقية، أو يتردى حيوان في بئر ولا يقدر عليه، فذكاته أن يعقر بأن يرمى بسهم، فإذا أصابه بأي موضع من بدنه ومات فهو حلال، فهو حلال. نعم. وهي 3 أنواع. والذكاة تنقسم 3 أقسام: نحر وذبح وعقر. هذا العقر، العقر لغير المقدور عليه، كان شرد أو تردى في بئر ولا يقدر عليه فيرمى، لأن بعيرا ند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرماه رجل بسهم فأصابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا فافعلوا، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الصيد، فإذا ند منها شيء فاصنعوا به هكذا. نعم. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها. الإبل تنحر، قال تعالى: فصلي لربك وانحر، يعني المراد به ذبح الإبل. النحر سمي نحرا لأنه في محل النحر. وأما الغنم وغيرها فإنها تضجع وتذكى، أما البعير فإنه تعقل يده اليمنى ثم ينحر وهو واقف، لأجل لأن هذا أسهل في خروج الدم يعقر. قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا معنى صواف. فالإبل تنحر قائمة معقولة، وأما
البقر أو الغنم فإنها تضجع وتذكى في حلقها. نعم. النحو وأن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين عصب العنق والصدر. نعم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه وضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل وذبح الغنم. نعم. وأما الذبح فهو عبارة عن قطع الودجين والحلقوم والمريل. الودجين هما العرقان اللذان في جانبي العنق يجري منهما الدم. وأما الحلقوم فهو مجرى النفس، وأما المريء فهو مجرى الطعام. نعم. وذلك معلوم. وأما الذبح فهو عبارة عن قطع الودجين والحلقوم والمريء، وذلك معلوم في الغنم والبقر والطيور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة. في الحلق بالنسبة لما يذبح، وفي اللبة بالنسبة لما ينحر. نعم. وروي ذلك عن عمر، رواه سعيد والأكرم، وسيأتي ذلك. وأما العقر فهو بالصيد وما لا يقدر على تذكيته. نعم. فيرميه بنشابة أو بنشابة أو يطعنه برمح في أي موضع اتفق فيحل، لأن هذا هو المقدور عليه، هذا المستطاع. إذا هرب شرد فإنه يرمى بسهم أو برصاص، يطلق عليه رصاص. وإذا جرحه، إذا جرحه ومات فهذا هو ذكاته. نعم. مسألة: فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز؟ لو ذبح البعير في حلقه أو نحر البقرة أو الشاة في لبتها جاز هذا، لكنه خلاف الأولى. نعم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أن يرغى الدم، أن يرغى الدم بما شئت. لأن المقصود هو قطع هذه الأشياء، المري والحلقوم وأحد الودجين، فإذا قطعها من أي موضع من الرقبة أجزأ ذلك. نعم. وقالت أسماء: نحرناه فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتمناه. والنحر يكون في اللبة، فالفرس نحرت، ولو ذبحت ذبحا أجزأ ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة، يعني ذبحها. نعم. ولأن ما كان ذكاة في حيوان كان ذكاة بحيوان آخر كسائر الحيوانات. نعم. فالذكاة في البعير هي الذكاة في غيره. نعم. مسألة: ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. بل أربعة شروط. نعم. بل أربعة شروط: الأول أهلية الذابح، والثاني قطع ما يجب قطعه في الرقبة، والثالث الآلة، صلاحية الآلة للذكاة، والرابع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وتسمية فيها خلاف قوي، هل هي تشترط أو هي مستحبة؟ المذهب أنها شرط. نعم. أحدها أهلية المذكي. أهلية المذكي بأن يكون من أهل الدين السماوي، يكون ذا دين سماوي كالمسلم واليهودي والنصراني، هؤلاء أديانهم سماوية لأنهم أتباع أنبياء. ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الجميع أن يتبعوه، ولا يسع أحدا
يبقى على دين النصارى أو دين اليهود. فإن بقي على دين النصارى أو دين اليهود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو من أهل النار، ولكن مع هذا تحل ذبيحته، ويجوز للمسلمين أن يتزوجوا من نسائهم، هذا خاص بهم لأنهم أهل كتاب. أما الوثنيون والدهريون فهؤلاء لا تحل ذبائحهم لأنهم لا يعترفون بدين سماوي ولا يؤمنون بالأنبياء، يكفرون بالأنبياء جميعا لا يؤمنون بنبي، فلا تحل ذبائحهم، لا يحل إلا ذبائح أهل الأديان الثلاثة المسلمون أو اليهود أو النصارى. أما المسلمون فلقوله تعالى إلا ما ذكيتم، وأما اليهود والنصارى فلقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم. نعم. أهلية المذكى ولها ثلاثة شروط. الأول أن يكون عاقلا. اشترط في المذكى أن يكون عاقلا، فلا تحل زكاة المجنون ولا الصغير لأنه ليس له قصد، والذكاة اشترط لها النية لأنها عبادة، العبادة لا تصح إلا بنية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وغير العاقل ليس له نية فلا يحل ما ذكاه لفقدانه النية والقصد. نعم. الأول أن يكون عاقلاً يعرف الذبح ليقصده، هذا هو، والمجنون لا يقصد، غير العاقل لا يقصد. نعم. فإن كان لا يعقل كالطفل والمجنون والسكران لم يحل ما ذبحه. نعم. لأنه لا يصح منه القصد، فأشبه ما لو ضرب إنساناً بسيف فقطع عنق شاة. وكذلك لو وقعت الحديدة بنفسها على عنق شاة فذبحتها لم تحل. لو وقع شيء على شاة فقطع رقبتها فإنها قطعت المري والحلقوم والودجين، القطع حصل لكن لا تحل لأن هذا القطع لم يكن من إنسان له نية وله قصد. نعم. والثاني أن يكون قادراً على الذبح ليتحقق منه. الثاني أن يكون عنده القدرة على الذبح، فإن كان لا يقدر على الذبح وإن كان نوى الذبح فإنها لا تحل ذبيحته. نعم. ولو كان صبياً أو امرأة صح. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. الصبي يعني المميز لأن له قصد، الصبي المميز له قصد وله نية، ولذلك تصح منه العبادة، تصح منه الصلاة تكون نافلة، يصح منه الحج والعمرة. الصبي المميز له قصد وله نية، فإذا ذكى فذكاته حلال. كذلك المرأة لها قصد ولها نية وهي مكلفة فتحل ذبيحتها. ولأن امرأة كانت ترعى غنما في جبل أحد فعدى الذئب على واحدة منها فأدركتها المرأة وفيها حياة فأخذت حصاة حادة فذكتها بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، دل على إباحة زكاة المرأة. نعم. والثالث الدين، فيشترط أن يكون مسلما أو كتابيا. نعم. لأن الله سبحانه الدين يعني السماوي، الدين السماوي، أما دين المجوس ودين المشركين هذه أديان باطلة ليس لها أصل سماوي. نعم. لأن الله سبحانه أحل لنا ما ذكيناه بقوله إلا ما ذكيتم. نعم. وأحل طعام أهل الكتاب بقوله تعالى وطعامهم حل لكم، معناه ذبائحهم كلا فسره العلماء. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المراد الذبائح، لأن غير الذبائح حلال من كل أحد، الحبوب والثمار والفواكه حلال من كل أحد، حتى من المجوس ومن المشركين، ومن حبوبهم وثمارهم وفواكههم حلال، إنما الكلام على الزكاة مع بعد الآية بقوله تعالى وحل طعام أهل الكتاب بقوله تعالى وطعامهم حل لهم. غلط. نعم. بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. معناه ذبائحهم. نعم. كذا فسره العلماء. هذا بالإجماع أن المراد بطعامهم ذبائحهم. نعم. ولأن المدكات من جملة الأطعمة. نعم. وأما غير الكتاب كالوثني فلا تحل ذبيحته ولا طعامه. الوثني لا تحل ذبيحة، وهو المشرك الذي يعبد الأوثان أو يعبد القبور أو الأشجار أو الأحجار أو يستغيث بالأموات، هذا لا تحل ذبيحته لأنها ميتة ونجسة. نعم. ولأن الله إنما أباح لنا طعام أهل الكتاب، أدل على أن غيرهم من الكفار لا تحل ذبائحهم، لأنه خص أهل الكتاب، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، معناه أن غيرهم من الكفار ليس حلا لنا، وهذا بإجماع أهل العلم. نعم. الشرط الثاني للزكاة أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وعند إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا. الشرط الثاني أن يذكر اسم الله تعالى، قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين، إلى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فدل على اشتراط ذكر اسم الله على الذبيح، فلو تعمد ترك التسمية لم تحل، أما إذا نسيها فإنها حلال، إذا نسي التذكية نسيانا ولم يتعمد تركها فإنها تحل. نعم. لأنه في حكم، لأن المسلم في حكم من يسمي لكن نسي. نعم. الشرط الثاني للزكاة أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وعند إرسال الآية في الصيد إن كان ناطقا وإن كان أخرس أشار إلى السماء. نعم. فتشترط التسمية في حق كل ذابح مع العمد سواء كان مسلما أو كتابيا لقوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا نهي، هذا نهي يفيد أن ما لم يذكر اسم الله عليه فهو حرام. نعم. فإن لم يعلم أسمى الكتابي أم لا فذبيحته حلال. الأصل يعني ما ذبحه الكتابي أو ذبحه المسلم الأصل فيه الحل، إلا إذا علمت أنه لم يسمي إنها تكون حراما لفقد الشرط. نعم. فإن لم يعلم أسمى الكتابي أم لا فذبيحته حلال، لأن الله سبحانه أباح لنا أكل ما ذبحه الكتابي، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. مسألة. وإن ترك التسمية على الذبيحة ساهيا حلت، لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي التسمية فلا بأس. نعم. وروى سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. فإذا نسي التسمية فذبيحته حلال، لكن إذا تعمد وترك التسمية فإن ذبيحته حرام. نعم. وقوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه محمول على من ترك عمدا، بدليل قوله وإنه لفسق والناس ليس بفاسق. الناس لا يؤاخذ
قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. مسألة: وإن تركها على الصيف لم يحل عمدا كان أو سهوا. اشترط يحل الصيد تسمية كذلك، ومحلها عند إرسال السهم، إذا أراد يرمي يسم، أو أرسل الجارحة يعني معه يعني كلب صيد، إذا رأى الصيد وأطلقه عليه يسمي عند إطلاق الكلب، فإذا أصابه ومات إنه حلال لوجود الشرط. أما لو لم يسمي عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة فإنها حرام، سواء نسي التسمية أو لم ينسى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. نعم. لأن الذبح يكثر فيه السهو، يكثر فيه النسيان بخلاف الصيد. نعم. ولأن الذبح هذا متمكن منه في الحلق واللبة، ولكن الصيد غير متمكن منه، فإصابته ضعيفة ما هي مثل إصابة المذبوح، فلذلك تشدد فيه أكثر. نعم. وإن تركها على الصيد، على أن الصحيح إن شاء الله أنه إذا نسي حتى في الصيد فصيده حلال. نعم. وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا، هذا تحقيق المذهب. ونقل حنبل عن أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أكل. هذا هو الصحيح، أن النسيان يسقط الواجب في هذا وهو التسمية، سواء في الذبيحة أو في الصيد. نعم. قال الخلال: سهى حنبل في نقله، فإن في أول مسألته إذا نسي وقتل لم يأكل، ودليل الأولى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: تأكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: وأرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. متفق عليه. إذا وجد الصيد ووجد عنده كلبين، كلب هو الذي أرسله وكلب آخر لغيره، إنه لا يحل، لأنه إنما سمى على كلبه هو ولم يسمي على الكلب الآخر، فدل على اشتراط التسمية عند إرسال الجارحة وهي الكلب أو الطير الصقر مثلا أو البازي، أو إرسال السهم وهو القذيفة التي يصيد بها. نعم. وفي لفظ: إذا خالط كتابا لم يذكر اسم الله عليها. هذا دليل على أنه إذا تردد الشيء بين الحلال والحرام أنه يغلب جانب الحرام. نعم. وفي لفظ: إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتل فلا تأكل. وفي حديث ثعلبة: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. وقوله: كل هذه الأحاديث تؤكد أنه لا بد من التسمية عند إرسال الآلة أو إرسال الكلب أو الطير، وأنه إذا تركت فالصيد لا يحل، كذلك إذا اختلط بغيره أو وجده مقتولا وفيه أثر سهم ولا يدري هل هو سهمه أو سهم غيره فإنه لا يحل، لأنه تردد بين حلال وحرام فيغلب جانب الحرام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطايا والنسيان، يقتضي نفي الإثم، لأنه جعل الشرط المعلوم كالموجود بدليل ما لو نسي شروط الصلاة. لا أنه
لا أنه يقتضي نفي الإثم لا فقط، يعني نفي الإثم لا سقوط الواجب. لا أنه جعل الشرط المعدومة الموجود. نعم. بدليل ما لو نسي شروط الصلاة. لو نسي أنه يتوضأ وصلى، النسيان ما يعفيه من إعادة الصلاة، لأن النسيان لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم فقط. نقول له أنت غير آثم في صلاتك على غير وضوء لأنك ناسي، لكن لا بد من إعادة الصلاة لأن ذمتك مشغولة بالصلاة، لا تبرأ إلا بأدائها. نعم. وأنت لم تؤدها. نعم. والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه. هذا جواب سؤال له. والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله. الفرق بين الذبح بين الصيد والذبيحة في أن الصيد لا يتسامح فيه بسقوط التسمية نسيانا، بخلاف الذكاة فإنها يسامح بسقوط التسمية نسيانا. الفرق ما هو؟ نعم. الفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله وهو الذكاة في محلها وهو الحلق، فجاز أن يسامح فيه، بخلاف الصيد. الصيد في غير محل الذكاة، إنما هو بطعنه في أي مكان من جسمه، فتشدد فيها أكثر من الذكاة. نعم. هذا توجيه المذهب، وإلا الصحيح إن شاء الله أن النسيان يعفى عنه في الصيد وفي الذكاة، بل يقولون إن العفو عنه في الصيد أولى، لأنه عند الصيد يذهل أكثر مما يذهل عند الذكاة. نعم. فالأحاديث بخلاف هذا لا نعلم لها أصلا. نعم. الشرط الثالث أن يذكي بمحدد، سواء الشرط الثالث أن تكون الآلة التي يذبح بها حادة تقطع بحدها كالسكين، والأشياء التي لها مور في البدن، فإن كان يقتل بثقله لم يحل، إن كان يقتل بثقله لم يحل. نعم. لأن هذا موقودة، لأن المقتول بالثقل يسمى موقودا، الله تعالى يقول والمنخنقة والموقوذة، موقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل وتموت، هذه حرام، لأن هذا الثقيل لم يقطع الجسم الجلد ويخرق ما تحته، وإنما قتل بثقله فقط، رضها رضا ألا تحل. فيشترط في الآلة أن تكون حادة تقطع بحدها، يعني يشترط فيها شرطان، الأول أن تكون حادة تقطع بحدها لا بثقلها، الشرط الثاني أن تكون من غير السن والظهر، قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر، ليس السن والظهر، هذا استثناء. ثم قال أما الظفر فعظم، أما السن فعظم، السن عظم، يعني علل عدم حل التذكية به لأنه عظم، فدل على أن كل العظام لا تجوز الذكاة بها، كل العظام. وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني كون لا يحل الذبح بالظهر لأنه مدى الحبشة، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. نعم. فدل على أن جميع الأظفار لا يجوز الزكاة بها، وإن كانت حادة، وإن كان العظم حادا لا يجوز الزكاة بهذين الشيئين السن والظهر، سواء كان متصلين أو كان منفصلين. نعم. الشرط الثالث أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، محدد، المهم أنه يكون محدد دون نظر إلى مادته، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم هو السن والظهر. نعم. إن السن والظهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه
فكل ما لم يكن سنا او ذكرا مشرف عليه مسألة. نعم. ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. هو المصنف خلط بين الصيد وبين الذكاة والصيد، وكان الواجب ان يفصل الصيد عن الذكاة كل منهما على حدة، اما خلط البابين جميعا هذا يسبب شيء من الاشكال. نعم. ايش يقول؟ ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد، يعتبر في الصيد ان يصيد بشيء محدد، يعني يرمي شيئا محددا مثل الرصاصه او السهم او الرمح، يخرق بحده ويصيب الصيد بحده حتى يموت. اما لو ارسل شيئا مثقلا فانه لا يحل الصيد ولو مات باصابته، لانه وقيد موقوذه. نعم. ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. هذا ما يشترط في الاله، اله الصيد. واما الجارحه فيشترط فيها ان تكون معلمه، ان كانت من الكلاب يشترط ان تكون معلمه، وهي التي تذهب اذا اطلقت وتقف اذا طلب منها الوقوف، ولا تاكل اذا صادت. هذه المعلمه. المعلمه ما توفر فيها ثلاثه شروط: ان تنطلق اذا اطلقت، وان تقف اذا زجرت وطلب منها الوقوف، وألا تأكل إذا صادت، لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فلو أكل منها صار ما أمسك علينا، وإنما أمسك لنفسه، فلا تحل فلا يحل صيده لأنه أمسك لنفسه. أما ما أمسكه ولم يأكل منه فإنه يكون أمسكه لصاحبه. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم. ما علمتم، يعني يشترط في الجارح أن يكون معلما. نعم. ويرسل جارحا يجرح الصيد، لأن الاصطياد قائم مقام الذكاء، والجارح آلة كالسكين وعقرة الحيوان بمنزلة إقراء الأوداج. وعقره الحيوان بمنزلة إقراء الأوداج. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذ الكلب ذكاته. نعم. والصاعد بمنزلة المذكي، وكذلك السهم ينبغي أن يكون محددا، فإن كان غير محدد كالمصطاحي لم يحل. لو رماه بحجر، لو رمى الصيد بحجر وقتله لم يحل لأنه غير محدد، إلا إن أدركه حيا وذكاه فإنه يحل. نعم. فإن كان غير محدد كالمصطاحي لم يحل، أو قتل بالمعراض، فإنه يحل ما أصاب بحده ولا يحل ما أصاب بعرضه، لأن هذا كله من الموقوذة. المعراض يعني الرمح، لو رماه بالرمح شيء محدد فإن أصابه بحده حل، وإن أصابه بعرضه لم يحل. نعم. وكذا لو قتل الصيد بحجر أو بندق. بندق أو بندق. بندق ما هو بالبندق اللي نعرف الآن، هذه حادثة. بندق، البندق نوع من الطين يعملونه، مدور، نوع من الطين، من الطين الفخار مدور يرمون به، هذا لا يحل ما قتله لأنه غير محدد. أما البندق المعروفة الآن هذه يحل ما صادته وقتلته لأنها حادة، لأن الرصاص حاد ينفذ في البدن. نعم. تسوقه النار وهو محدد أيضا فينفذ في البدن، وهو أشد من الرمح وأشد من السهم المعروف في صدر الإسلام، وأشد، فيحل ما صاده بالرصاص. نعم.
نعم. وكذا لو قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة فمات فيها، أو قتل لو ما أمسك الصيد بشبكة، وهي ما يعمل للطيور، ما يعمل للطيور، يعني يجعل ماء في البر ويجعل عنده شبكة، فإذا جاء الطيور تشرب من الماء فإنه يطبق عليها الشبكة، فلو ماتت من الشبكة تكون حرام لأن الشبكة غير حادة. نعم. أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو بخنقه أو روعته لم يحل لأنه موقود. إذا قتل الجارح وهو الكلب أو الطير قتله بصدمته لم يحل، أو قتله بخنقه يعني أمسك حلقه حتى مات لم يحل أيضا، وإنما يحل إذا جرحه، إذا جرحه بمخلبه إن كان طيرا أو بنابه إن كان كلبا. نعم. أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو بخنقه أو روعته لم يحل لأنه موقول. نعم. مسألة، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده ولم يأكل ما قتل بعرضه لذلك. سبق هذا، إذا حذف الصيد بمعراض وهو عصا محدد الطرف، عصا محدد الطرف، فإن أصابه بحده حل، وإن أصابه بعرضه فقط يعني ضربه ضربا ومات بسبب ذلك لم يحل. نعم. مسألة، وإن نصب المناجل للصيد مسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل. المناجل نوع من الحديد، هي الظاهر اللي تسمى عند العوام الحقة، نوع من الحديد يعملونه، فإذا جاء الصيد أطبق عليه وأمسكه، فإن كانت هذه المناجل لها حد تجرحه ومات بسبب ذلك فهو حلال، أما إذا كانت تخنقه فقط ولا تجرحه فإنه حرام. نعم. لأنه قتل الصيد بحديدة على الوجه المعتاد فأشبه ما رماها به. نعم. ولأنه قصد قتل الصيد بما قد جرت العادة بالصيد به أشبه ما ذكرناه، ولأن التسبب جرى مجرى المباشرة في الضمان فكذلك في الصيد. لكن يشكل على هذا قضية المناجل، يشكل عليها أنه ما فيه تسمية، ويشترط التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، إذا رأى الصيد، إذا رآه وأرسل عليه، وهنا يوم ينصب المناجل وهو ما في صيد ولا رأى صيد، لكن يتوقع أنه يجي فيما بعد، وأنتم تقولون التسمية شرط. نعم. وهذا لم يسمي عليه. نعم. ما رأى الصيد، يوم يسمي وهو ما رأى صيد، ما شاف صيد ولا قصد صيد معين، التسمية ليس لها محل عند نصبها، ما لها محل، ما يكون للتسمية محل إلا إذا رأى الصيد وأرسل عليه. نعم. ولأن التسبب جرى مجرى المباشرة في الضمان وكذلك في الصيد. ولذلك لما كان هذا فيه نظر كثر التعليلات أكثر من التعليلات. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام كل ما ردت عليك يدك، هذا مجمل فيفسرته الأحاديث السابقة. نعم. فصل، ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق والذبح خاصة، يعني دون الصيد خاصة، لأنه خلط باب الذكاة مع باب الصيد، وكان الأولى الفصل وتفصيل كل باب على حدة. نعم. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة، الحلق بالنسبة للمذبوح واللبة بالنسبة للمنحور. نعم. فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. عندنا أربعة أشياء، المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجان وهما عرقان يجري منهما الدم يغذي البدن. إذا قطع الأربعة كلها فهذا حلال بالإجماع،
أما إذا قطع بعض الأربعة ولم يقطعها كلها هذا محل خلاف. فمن العلماء من يقول إذا قطع اثنين فقط حلت، ومنهم من يقول إذا قطع ثلاثة من الأربعة حلت، ومنهم من يقول لا بد من قطع الأربعة جميعا. والراجح والله أعلم أنه إذا قطع ثلاثة من الأربعة حلت الذبيحة، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. إذا قتل ثلاثة من الأربعة، لأنه لا بد أن يكون منها أحد الوديجين مجرى الدم، فإذا قطع الوديجين مثلا والمري حلت، أو قطع المري والحلقوم وأحد الوديجين حلت، فإذا قطع ثلاثة من الأربعة من غير تعيين حلت الذبيحة لاستيفاء المطلوب. نعم. يعتبر في الذكاء قطع الحلقوم والمري ويكفي ذلك فيهما. هذا اختيار المؤلف، هناك خلاف حتى في المذهب. نعم. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يعتبر مع ذلك قطع الوديجين. مع ذلك يعني الأربعة، صار قطع المري والحلقوم والوديجين، هذا قطع الأربعة. هذا لا شك أنه إذا قطعت الأربعة فهو حلال بالإجماع. نعم. لما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجن ولا تفي الأوداج ثم يترك حتى يموت، رواه أبو داود. شريطة الشيطان هي التي تذبح ولا يقطع أحد من الوديجين، فدل على أن قطع المري والحلقوم فقط لا يكفي، لا بد من قطع الوديجين أو أحدهما من أجل استخراج الدم من الذبيحة. نعم. لأنه لو بقي الدم في الذبيحة لا أفسدها، لأن الدم خبيث. نعم. ودليل الأولى أنه قطع ما لا تبقى الحياة مع فقده في محل الذبح. دليل الأولى للاكتفاء بالمري والحلقوم أن قطعهما لا تبقى معه حياة، والمراد بالزكاة إزهاق الحيوان، فحصل الإزهاق تكون حلالا، لكن هذا ضعيف، التعليل هذا ضعيف، لأن الدم يبقى متحقنا في الذبيحة، والدم فيه ضرر على الإنسان، فيه ضرر، فإذا بقي في الذبيحة صارت فيها ضرر على من أكلها. نعم. أنه قطع ما لا تبقى الحياة مع فقده في محل الذبح فأجزأ كما لو قطع الوديجين. ما هو المقصود بالذكاة إزهاق الحياة فقط، بل واستفراغ ما فيها من الدم، وهذا هو المهم، استفراغ ما فيها من الدم. نعم. فأما الحديث فمحمول على من لم يقطع المريء، فإذا ثبت هذا فالكمال أن يقطع الأربعة، الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والوديجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لأنه أعجل لخروج روح الحيوان فيخش عليه فيكون أولى. ما هو لأنه أعجل في إراحة الحيوان فقط، ولكن لأنه أيضا يفرغ الدم الذي في جسم الحيوان. نعم. الشرط الثاني أن يكون في المذبوح حياة يلهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا حياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، لأن هذا قد صار في حكم الميت. اشترط في الذكاة أن يكون الحيوان فيه حياة مستقرة، فيه حياة مستقرة، أما إن كانت حياته غير مستقرة بل هي كحركة المذبوح إنه لا يحل، لأنه ميت، سواء ذكيته أو ما ذكيته هو ميت. مثل ما لو أبينت حشوة الحيوان، يعني اعتدى ذئب على نعجة ففرى بطنها وخرجت أمعاؤها، هذه حياتها غير مستقرة، إنما هي حركة مذبوح، فلو ذكيتها في هذه الحالة لا تحل.
لأنها ميتة ميتة، ذكيتها ولم تذكيها، لكن اللي فيه حياة مستقرة لو ترك يمكن يعيش، لو ترك يمكن يعيش. فإذا ذكي حل. هذا المذهب. والصحيح أنه إذا أدرك في أدرك الحيوان حيا وذبحه وخرج منه دم مثل ما يخرج من المذبوح عادة حلال، فهو حلال. هذا اختيار الشيخ تقي الدين، أنه إذا ذبحه وشخب منه الدم كما يشخب من الذي فيه حياة مستقرة، أما إذا ذبحه ولم يخرج منه دم فهذا غير حلال، لأنه يدل على أنه ميت. نعم، فالعبرة بإهراق الدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، ما أنهر الدم، دل على أن المقصود من التذكية إنهار الدم. فإذا حصل إنهار الدم فهذا دليل على حياته وقوة دمه فيكون حلالا. نعم، لأن هذا قد صار في حكم الميت، ولهذا لو أبان رجل خشوة إنسان فضرب الآخر وعنقه كان القاتل الأول، ولو ذبح الذي أبينت خشوته هذا ميت ميت. لذلك لو اعتدى شخص على إنسان فأبان حشوته يعني أمعاءه ثم جاء آخر وذبحه فالقاتل هو الأول، لأن الثاني ما أدرك في حياته حركة مذبوح فقط، لكن الأول هو القاتل والثاني يعزر لأنه اعتدى على شخص له حرمة. نعم نعم، ولو ذبح الشاة بعد ذبح المجوسي لم تحل، لو جاء مجوسي وذكاها وجاء مسلم أو كتابي وكمل الذكاة نقول هذه ما تحل، لأن الذابح هو الأول. نعم، وهو المجوسي. وإن لم يكن كذلك حل بالذبح، يعني بذلك أن يدركها وفيها حياة، بحيث إذا ذبحها يكون الذبح هو الذي قتلها، لقوله سبحانه إلا ما ذكيتم. نعم، وفي حديث جارية كعب أنها أصيبت شاة من غنمها فأدرجتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها، وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا. فهذه هذا الحديث فيه مسائل، أولا فيه دليل على حل ذكاة المرأة وأن كذكاة الرجل، وفيه أن فريسة الذيب إذا أدركت وفيها حياة وذكيت أنها تحل، وفيه أن المحدد ولو لم يكن حديدا إنه يحل الذبح به كالحجر. نعم، يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استخدام الأجهزة الآلية لذبح أول الدجاجة أو أن يشغل شريطا فيه ذكر بسم الله فتقوم الأجهزة بالذبح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية بواسطة الشريط لا حكم لها ولا تفيد شيئا، لا بد أن يكون التسمية من الذابح، تكون التسمية من الذابح نفسه. لو واحد يذكي وجاء واحد وقال بسم الله وما هو اللي يذكي ما حلت، وهو شخص يتلفظ، فكيف الشريط؟ الشريط ما له حكم ولا يؤدي الغرض المطلوب. الأذان لو افتح على الشريط في المسجد ويقال الشريط يكفي، سجل فيها أذان والمؤذن ميت له عشرات السنين، يقول هذا ما هو بأذان ولا يكفي. لابد أن العبادات تؤدى ممن هو من أهل العبادة، ما تؤدى بواسطة آلة أو شريط، هذا ما يكفي. هذا من ناحية الشريط. من ناحية الذبح الجماعي، يعني تذبح الطيور أو الحيوانات ذبحا ميكانيكيا، هذا لا يكفي أيضا، لأنه يشترط وجود الذابح الذي يذكر اسم الله ويجري السكين على
الحلق أو اللبة. أما الذبح الآلي، الآلة هذه ما هي بإنسان ولا لها قصد، ولا حتى ولو شغلت من قبل شخص ما يكفي هذا ما يكفي. كل حيوان له حكم مستقل، كل طير له حكم مستقل، لازم يذكى هو وحده بالشروط المذكورة. أما الذبح الجماعي وبواسطة الآلات والمكاين فهذا لا يسمى ذكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رأى بهيمة أو دابة أصابها مرض أو جرح قاتل فقتلها أو ذبحها ليريحها، فهل يجوز ذلك؟ وهل هناك فرق إذا كانت تلك الدابة مما يجوز أكله أو لا يجوز؟ لا يحل ذبح الحيوان إلا لأحد أمرين، إما لأكله إن كان مما يؤكل، أو لدفع أذاه إن كان مما يؤذي. أما ذبحه لقصد إراحته هذا لا يجوز، بل يترك حتى يموت هو، يترك حتى يموت هو أو يعافى أو يشفى يزول عنه المرض. فالحيوان لا يجوز ذبحه إلا لأحد أمرين، إما لأكله إن كان مما يحل، أو لدفع أذاه إن كان مما يؤذي. أما الذبح للإراحة فهذا لا يجوز، بل يترك الحيوان بجرحه أو بمرضه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر العلماء أحيانا التعريف ويقولون هو لغة كذا وشرعا كذا. يذكر العلماء أحيانا التعريف ويقولون هو لغة كذا وشرعا كذا، وتارة يقولون اصطلاحا، فما الفرق بين التعريف الشرعي والاصطلاحي؟ لا فرق بين التعريف الاصطلاحي والشرعي، ما في فرق. وأما اللغة فهو مقتضى اللغة، معناه ما تقتضيه اللغة العربية، معناه عند العرب هذا اللغوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أكل الدجاج الذي يأتي من فرنسا والبرازيل وهم أهل الكتاب؟ الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوها بالشروط التي سمعتم، شروط الأربعة. إذا ذبحوها وتوفرت الشروط الأربعة فإنها تحل ذبائحهم. أما إذا ذبحوها بغير الزكاة الشرعية كالصعق الكهربائي أو التدويخ بالكهرباء أو الضرب بالمسدسات أو غير ذلك فإنها حرام. حتى المسلم لو فعل هذا ما حلت ذبيحته، أن هذه ما هي بذكاة، هذه قتل وليست ذكاة. فلا بد من الشروط الأربعة. والذي يأتي من الخارج الآن محل اشتباه كبير، أولا لأن الكفار الآن اختلطوا ولا يعرف من هو الكتابي من الوثني من المجوسي من الدهري من الملحد، ما يعرف، اختلطوا الآن. وثانيا أن الذبح أيضا اشتبه، فإن الغالب في هذه اللحوم التي تصدر أنها تذبح آليا، أنها تذبح آليا بواسطة الآلات فقط بدون قصد وبدون نية وبدون تسمية وبدون قطع في محل القطع، بل إما بماء حار أو بتيار كهربائي أو بضرب بالمثقلات، فهي الحقيقة محل اشتباه. والأحوط للإنسان والأبرى لذمته لا يأكل منها، وإنما يأكل من الدجاج والذبائح التي تذبح في المملكة أو في البلاد الإسلامية، في البلاد الإسلامية وفي المملكة أحوط. والحمد لله الآن اللحوم متوفرة في المملكة من الطيور ومن الحيوانات، متوفرة جدا. فالذي يريد يأكل يشري من إنتاج المملكة، هذا أحوط وأبرى للذمة. نعم. أفقكم الله، اليوم اليهود والنصارى غير منتسبين لدينهم، فهم منتسبون إلى أديانهم مجرد انتساب، فهم في الواقع بين وثنيين لا دينيين ولا دينيين، فهل تحل ذبائحهم؟ المراد بالكتاب الذي ينتسب إلى دين أهل الكتاب سواء كان ملتزما أو غير ملتزم. اليهود والنصارى في وقت نزول القرآن وهم غير ملتزمين،
وإنما ينتسبون إلى الكتابين، وإلا فهم قد حرفوا وزادوا وغيروا وأشركوا وعبدوا الصليب وعبدوا العجل. فالشرك موجود فيهم وقت نزول القرآن، والتغيير والتبديل والانحراف موجود، ومع هذا سماهم الله أهل الكتاب وأباح ذبائحهم وأباح تزوج نساءهم. فما داموا ينتسبون إلى الكتاب فإنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في ذبائح الشيعة التي يقومون بنفخها بأنفسهم، وما رأيكم في شراء صيد البحر من الشيعة أو المثاليين؟ صيد البحر حلال كما سمعتم، ولا يحتاج إلى زكاة من الشيعة ومن أي إنسان، لأن زكاته موته فقط. وأما الذبائح فكل من يشرك بالله سواء من الشيعة أو من الصوفية أو من القبورية، كل من يشرك بالله الشرك الأكبر بأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، فذبيحته حرام لأنه مشرك وثني. هذا هو الضابط، أن من يعبد غير الله بأن يصرف له شيئا من أنواع العبادة فذبيحته حرام، سواء كان شيعيا أو صوفيا أو غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو عقر شخص ما يذبح أو ما ينحر لغير عذر، هل يجوز؟ نعم يجوز. كما سمعتم أنه يجوز نحر، يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، إلا أنه خلاف الأولى فقط. نعم. العقر لا، ما يجوز إلا عند العجز عن الذكاة. العقر ما يجوز ولا يحتحل به المعقورة إلا عند العجز عن ذكاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المناجل هي الفخ الذي يوضع للصيد؟ هو الظاهر نعم، المناجل تسمى المناجل، تسمى الفخ، تسمى الحجة عند كثير من العوام. نعم. وما هو الراجح فيما صاد منه ولم يسمى؟ الراجح أن ما أدركه حيا وذكاه يحل، وما أدركه ميتا إنه حرام، لعدم توفر شروط الصيد أو توفر شروط الذكاة فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول الراجح في التسمية على الذبيحة والصيد؟ وهل هي شرط عند بقية المذاهب؟ هي عند الحنابلة والحنفية شرط، وعند الشافعية والمالكية مستحبة، مستحبة استحباب. وعلى كل حال لا شك أن التسمية أنها مطلوبة، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مطلوبة مهما أمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صاد طائرا ثم سقط في الماء، ما الحكم إذا كان لا يعرف وقتله هو أم غرق؟ لا يحل، ما أصابه وسقط في الماء فإنه لا يحل، لأنه ما يدرى هل مات بالإصابة أو مات غرقا، وإذا تردد الشيء بين الحلال والحرام فإنه يغلب جانب الحرام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أدركت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل، لأنك لا تدري أكلبك هو الذي قتله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا تحرم الذبيحة سواء مقدورا عليها أو غير مقدور عليها، لأن الشروط الثبوتية الوجودية إذا تركها الفاعل؟ كيف تحرم الذبيحة؟ وإيش السؤال؟ ألا تحرم الذبيحة تحرم؟ نعم. سواء مقدورا عليها أو غير مقدور عليها، لأن الشروط الثبوتية الوجودية إذا تركها الفاعل لا يأتم صاحبها ولا يسقط عنه الواجب، فلا يأتم بفقه التسمية. هذا السؤال يرد على راعيه يوضحه، أو ما هو واضح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلاحظ أن الذين يذبحون الدجاج عند ذبحه يوضع في إناء ضيق حتى يتوقف عن الحركة، ويقول إنه يفعل ذلك حتى لا ينتشر الدم في المحل، هل يجوز ذلك؟ إذا كان يموت بسبب وضعه الضيق فهو ميتة حرام، أما إذا كان ما يموت ويذبحه ذبحا شرعيا وإنما يضعه في هذا المكان لأجل يتمكن منه فقط
فهذا يحل، لكن هذا يحرم من ناحية ثانية، يحرم فعله ما هو بالذبح، يحرم فعله لأن يعني فيه تعذيب للحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذبحتم، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فيأثم بذلك إذا كان هذا فيه تعذيب للحيوان أو الطير. نعم. أما إن كان يموت بسبب هذا هذا المكان الذي وضعه فيه، هذا يعتبر ميتة. نعم. الشيخ حفظكم الله، ما معنى قول الشيخ السعدي رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال بالمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل؟ هل الأصل؟ الأصل في الأبضاع يعني الفروج، النكاح، الأصل فيها التحريم إلا ما توفرت شروط النكاح فيه. ها، هذه الأبضاع. اللحوم الأصل فيها التحريم إلا ما توفرت فيه الزكاة الشرعية. نعم. النفس الأصل فيها العصمة، تحريم القتل إلا ما استثناه الشارع، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأصل في نفس المؤمن العصمة، تحريم القتل إلا بمبرر شرعي يبيح قتله، وهي أحد الثلاث: إما قاتل عمدا عدوانا فيقتل قصاصا، وإما زان وهو ثيب فيرجم بالحجارة حتى يموت، وإما مرتد عن دين الإسلام فيقتل للردة. نعم. الأموال، أموال الناس الأصل فيها التحريم إلا إذا طابت بها نفوسهم أو أخذت بمعاملة شرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فالأصل في أموال الناس العصمة والتحريم، ولا يجوز استباحتها إلا بمسوغ شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآن في الأسواق لحوم من إنتاج شركات في هذه البلاد، فهل هذه جائزة؟ لأن بعض الناس يقول إنها ذبحت في الخارج ثم جاءت إلى هنا. لا، الأصل في ما يجلب في أسواق المسلمين على أنه من ذبح المسلمين، الأصل الحل، الأصل فيه الحل. وإذا ثبت لديك أن اللحوم إن فيها شيء لم تتوفر فيه شروط الزكاة فاتركه، أما ما لم، مجرد ظن أو شكوك، فالذي يجلب في أسواق المسلمين وهو مذبوح في بلاد المسلمين، الأصل فيه الحل، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستخبار في الأطعمة ينضبط في عرض الناس فقد يكون مستخبثاً من قوم غير مستخبث من الآخرين؟ استخباث حرام، ويحرم عليهم الخبائث، فما ثبت أنه خبيث فإنه حرام بنص الآية الكريمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظكم الله أن من نسي التسمية في الصيد فإنه لا بأس بالأكل من صيده، وقد ذكر المؤلف الأحاديث فيما إذا أرسل كلبا ووجد مع كلبه كلبا آخر فإنه لا يأكل، لأنه يجهل هل الذي صاده كلبه أم لا، ألا يصح قياس الناس على الجاهل في هذا؟ لا، لأن التسمية مختلف في اشتراطها، بخلاف الآلة، آلة الصيد، فلم يختلف في أنها يشترط فيها أن تكون حادة وأن تصيب بحدها، وأن الجارح أيضا يقتل إذا قتل ما أرسل عليه وسمى عليه المرسل أنه يحل، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإذا وجدت معه كلبا آخر فإنك لا تدري هل الذي صاده كلبك أو الكلب الآخر، والكلب الآخر أنت لم تسمي عليه ولم ترسله، فدار بين الحلال والحرام فيغلب جانب الحرام. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.